الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والأهل والمال. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة لقم نقمتك. اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك وزوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأموالنا من الربا، وبيوتنا من الفساد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح أولادنا ذكورا وإناثا، اللهم اجعلهم قرة أعين لنا، اللهم احفظ عليهم إيمانهم وأخلاقهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك الفقه في الدين والبصيرة فيه والإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتلاواتنا ونفقاتنا وسائر أعمالنا ودعاءنا. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا في هذه الليالي المباركة من عتقائك من النار. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فأصاب ما فيها من الثواب والأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهرنا هذا شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أقر عيوننا بنصر إخواننا في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في كل مكان. رحماك يا الله بالشيوخ والنساء والأطفال. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، خائفون فأمنهم، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز.
ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا امرأة إلا سترتها، ولا تائبا إلا قبلته، ولا شيخا إلا ثبتته، ولا مسافرا إلا بالسلامة رددته. ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.